على واش نتكلم، ما رانيش مسؤول على واش الناس واش تفهم، لانه كل واحد راه يأول وحب يفهم كما يحب. احنا كنا قلنا اول نادي اسلامي، اول نادي جزائري اللي هو نادي مدينة الجزائر، لانه هو نادي اسلامي اللي بما انه نبسطوه احنا نقولوا بالوثائق واش اللي هو موضوع وموجود، بما انه انا ذا كان قانون البلدي اللي هو نهضروها باللغه الاجنبيه لو كود دانديجانا اللي كان يمنع الجزائريين بما انه كنا مستعمرين ما كانش عندنا حقوق المواطن. انا ذاك هذاك هو التاريخ. احنا ماذا بينا هذا بكل يعني نقدر نقولوا مسؤوليه ونترقاو في الحوار وتفتح هذا النقاش هذايا في ظروف نقدر نقولوا تاع راقيه تاع حوار، واللي راح تسمح الحركه الرياضيه بما انه حبيتوا تدخلونا في الرياضه اللي راح تستفاد من التاريخ بما انه التاريخ لازم يتكتب، والتاريخ ما راهوش كلام، والتاريخ ما راهوش تعصب، والتاريخ ما راهوش مناصره، التاريخ هو وثائق.